طيب خلونا نتكلم عن التأمين الصحي الشامل، واللي بيعتبر واحد من أهم المشاريع القومية اللي هتحقق إنجاز كبير في القطاع الطبي وتوفير الخدمات لكل المصريين بجودة عالية. تعالوا نشوف آخر تطورات تطبيق المرحلة الأولى من المشروع. التسجيل بالمنظومة يدل على ثقة المواطنين في إصلاح القطاع الصحي في مصر ومشروعات الدولة التي يتم تقديم كل أوجه الدعم لإنجازها بأعلى معايير ومستويات الجودة العالمية في ضوء تحقيق التنمية.